السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة لف الإبرة الهندية، إبرة الآري، راح أعلمكم طريقة لفها عشان تكون سهلة في الاستخدام، وإحنا قاعد نستخدمها تكون سهلة لأنها هي جدا ضعيفة. أول شيء نحتاج خيوط بكرة عادية، 4 خيوط، 5 خيوط، يعني أتوقع 5 خيوط يكونون كافيين. وراح نمسك الخيوط، راح نشدهم، 1 2، تقدرون تحطون 5 خيوط على راحتكم، 6، لون واحد، ألوان مختلفة على راحتكم اللي يناسبكم. تخليهم كلهم مع بعض. أنا جبت لون خامس، ونخليهم كلهم مع بعض بهذه الطريقة. ينسحبون، وتقدرون تستخدمون كرتون. أنا راح أستخدم هذه المات كرتون، أو هم هذا البلاستيك، اي نوع، اي شيء تقدرون تستخدمونه عشان نلف فيها. بس تمسكون ونلف، 1، 2، 3. أربع، 5، 6، 7، 8. انا راح اخليها 7، 8، ونقص الخيط. تقدرون تستخدمون كرتونة، أي شيء عندكم، بس عشان تلفون في الخيوط. بعدين نشيل الخيوط، صار عندنا الخيوط كلها مع بعض. بعدين نجيب صمغ الخام ونلزقه بهالطريقة، إن شاء الله يكون واضح، بس عشان يلزقون مع بعض. الإبرة انتو تشوفوا تمسكونها في يدكم، وتشوفون تحددون المكان اللي تدرون تمسكونها فيه، يعني المكان اللي يناسبكم. فأنا أشوفها هني، وأجيب الصمغ، ويفضل صمغ الخام. لا أتوقع أي صمغ يمشي معاها يعني، بس يفضل صمغ الخام لأنه خيوط عشان تمسك. إذا واضح ولفها. ولف عليها مرة أو مرتين. إذا واضح عندكم، طبعا السماكة اللي تناسبكم اللي تبونها. كل ما تنزلون شوية تحطون صمغ،
وبالنهاية تشوفون وين تبون بالنهاية تبونها. أنا راح أخذها على 3 مرات أتوقع أو 4. أنا بالنسبة لهني كافي، إذا تبون تكملون تكملون، فأنتوا اللي يناسبكم. وبعدين مرة ثانية نحط صمغ ونرجع نلف. تقدروا تحطون 6 خيوط 7 خيوط، أنا حطيت 5، أتوقع إنه كافي. بعد أحتاج نرجع مرة ثانية نحط صمغ ونرجع نلف. بالنسبة لي كافي بهالطريقة، يعني حق النهاية نقص شوي. ونرجع مرة ثانية عشان نسكرها. نكمل عليها وبس. طبعا تنظفون بعدين البواقي الصمغ وجاهزة الإبرة. بس تخلونها 24 ساعة عشان تنشف عدل، يعني ما هو الخيط أصلا ما راح يتبطل معاكم يعني. وإذا تبطل من هني بس تحطوا له صمغ الخام، بس يفضل تخلونها 24 ساعة عشان يمسك الخيط اللي بالنهاية يعني تمسك عدل. وهذه هي الإبرة. طبعا بالسماكة اللي تبونها، تبون تكملون الخيط كله الخيوط كلها اللي يناسبكم انتو، كل ما تشتغلون تمسكون وتشوفون المسكة تناسب ايدكم ولا ما تناسبها.